رجعنا حضراتكم مره تانية، وخلينا زي ما احنا متعودين دلوقتي نروح لاخبار النادي الاهلي فرق المختلفه والانشطه كمان مع مراسلتنا العزيزه منى ابراهيم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا منى صباح الخير عليكي، ومبسوطين ان انت معانا اول مره في 10 الصبح في الاهلي وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوندا، صباح الخير يا كريم، صباح الخير والتفاؤل على كل مشاهدي متابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. من المقر الرئيسي للنادي الاهلي بالجزيره هنقل لكم اهم واخر التطورات الرياضيه ان شاء الله في الملاعب والصالات للنادي الاهلي، اللي الحقيقه هي عباره عن خليه نحل، خليه نحل من المكاسب او من الاستعدادات القويه جدا اللي ان شاء الله بتبشر ان الدوري السنه دي او الموسم بشكل عام على كل الفرق والاصعده الرياضيه هيكون دوري ان شاء الله قوي، وهيكون ان شاء الله موسم قوي لكل الفرق الرياضيه. بدايتهم طبعا النهارده استعداد فريق كرة القدم الأول بقيادة مستر بيتسو موسيماني، اللي إن شاء الله هيواجه النهارده في أول ماتشاته بالدوري المصري الساعة 8 مساء هيواجه الإسماعيلي على استاد برج العرب. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله، ويحرزوا ويرجعوا لنا إن شاء الله بالثلاث نقاط. أما بالنسبة لكرة فريق كرة السلة بقيادة مستر أوجستي بوش، إمبارح هو بيأكد على وجود العلامة الكاملة واستمرارها بعد فوزه طبعا بشكل منتظم من غير ولا خساره في دوري او بطوله القاهره، بعدها البطوله العربيه، وايضا هو بدا في دوري مرتبط من غير ولا خساره. امبارح فاز على فريق القناه بنتيجه 79-61، ده طبعا ضمن منافسات الدور ال 16 بدوري المرتبط. هو كده ان شاء الله الفريق ضمن بشكل كبير جدا وجوده في الدور الثمانيه، ده طبعا بعد الماتش العودة أيضا مع القناة، لكن المرة دي هيكون على ملعبهم بالإسماعيلية. نتمنى إن شاء الله الجمعة الجاية كمان يحرزوا على المكسب ويكونوا ضمن وجودهم في الدور الثمانية. أما عن الخبر الوحش اللي حصل امبارح أو المؤسف، إنه كابتن عمر طارق تم إصابته امبارح في التحام تحت الشبكة بسبرين أنكل. طبيب الفريق قال إنه هو هيكون محتاج من 5 لـ7 أيام إن شاء الله علشان يقدر يرجع لتدريباته بشكل منتظم. اما تمرين النهارده قرر مستر اوجستي بوش ان هو ما يديش للعيبه اي اجازه، وان هم هيستمروا النهارده في تدريبهم الساعه 2 ان شاء الله. اللي هيكون جديد ان شاء الله هيدخل لهم على تمرين النهارده هو كابتن سيف صلاح بعد اصابته، طبعا كان مصاب قبل كده بكدمه في اليد، ان شاء الله النهارده هيرجع لتدريباته بشكل منتظم، فنحب نقول له الحمد لله على سلامتك. من كرة السلة رجال إلى كرة السلة سيدات بقيادة مستر أو كابتن علي هاشم، الفريق كان واخد أجازة ليومين، النهاردة أو غدا إن شاء الله الخميس هيكمل تدريباته الساعة 6 مساء استعدادا للسوبر، ماتش السوبر إن شاء الله هيتلعب يوم الاثنين الجاي على صالة الدكتور حسن مصطفى، ده هيبقى مع سبورتنج إن شاء الله، بنتمنى لهم الفوز وإن هم يلقبوا إن شاء الله بأبطال السوبر. من سيدات السله الى سيدات الطائره، طبعا فتيات الذهب بقياده كابتن حمدي الصافي تدريبهم النهارده ايضا الساعه 6 مساء، ما فيش اي غيابات في الفريق الحمد لله، ما فيش اي اصابات. كابتن حمدي لسه طبعا الجدول مش ثابت، مش موجود بشكل واضح، لكن هو بيستعد وبيحاول يخلي لعيبته كلهم بشكل يعني استعداد تام ان هم يكونوا مستعدين لاي ماتشات قريبه ان شاء الله وللموسم الجديد. من سيدات الطائرة إلى سيدات كرة اليد، امبارح بقيادة كابتن يحيى يوسف فازوا على فريق 6 أكتوبر بنتيجة 38-19، ده ضمن منافسات الدوري طبعا، بنحب نبارك لهم وإن شاء الله مزيد من النجاح والفوز. أما بالنسبة لكرة اليد رجال بقيادة كابتن طارق محروس، تدريبهم النهاردة إن شاء الله الساعة 4 بعد طبعا الراحة اللي كانوا خدوها بعد فوزهم على نادي الزهور في الدوري، هم دلوقتي بيستعدوا تدريباتهم هتكون استعدادا لماتش طلاع الجيش إن شاء الله يوم 11 نوفمبر القادم، ده طبعا بعد ما اللعيبه تكون رجعت او بعد ما يكتمل صفوف الفريق بعد المنتخب الوطني ان شاء الله. ده كده كان حصاد اليوم الرياضي بالنادي الاهلي، بتمنى طبعا التوفيق لكل الفرق الرياضيه وخاصه فريق كره القدم النهارده ان شاء الله، ان شاء الله نشوف استعدادها وانطلاقه قويه جدا من فريقنا ان شاء الله اللي تبشر ان شاء الله انه الدوري ان شاء الله في الجزيره. بشكركم جدا وعوده اليكم مره ثانيه في الاستوديو، اتفضل. تغطيه اكثر من رائعه يا منى، حقيقي شكرا ليكي جدا زميلتنا العزيزه. نورتينا.